مش ممكن اختراق الحاسوب او الهاتف بدون تطبيقات او برامج؟ اكيد اكيد هذا الشيء عادي، لان البرامج هما واحد الكود اللي كيسهل عليك داكشي اللي كدير. البرنامج هو كيسهل عليك، مثلا انت كتبرك على بوطون هو اللي كيستعمل كاع داك دوك الحركات اللي انت كنتي غادي دير مانويلمون. اذا الا استعملتي برنامج ولا ما استعملتيش فهي كتعود نفس النتيجه، هي انه غادي يخترق الكونت ديالك. اما الا مشات تلقى ان الكونت ديالك فيه معلومات صحيحه وصعيب عليه هو باش يلقاهم، فان يستعمل البرامج ولا ما يستعملهمش فان الكونت ديالك كيبقى بدون شغرات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.